السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم واحد التحليه سهله بمكونات متوفرين في اي دار. كناخذ واحد الكميه ديال البسكويت، كندير واحد جوج معالق ديال الغبره ديال الكاكاو مع عامرينش، ثلاثه المعالق حتى ربعه ديال الزبده. كنخلط كلشي الخليط مع بعضياتهم، من بعد كنزيد ربعه المعالق ديال الحليب. صافي كنخلطهم حتى كيتجمع معنا الخليط، كتشديه غير بيدك كيبان تماسك. كناخذ هذا الاطار دائري صافي، وكندير الطبقه الاولى كندير بسكوي، كنحاول نورك عليه بالمعلقه حتى كنقادو مزيان صافي، وكنديرو في الثلاجه يبرد. هنا خديت اطرو ديال الحليب، كندير 6 المعالق ديال السنيده، 3 المعالق ديال النشا صافي، وكندير 4 ديال الفلو ديال الكراميل. كنخلط كلشي مع بعضياتهم، وكنحطو فوق البوطه مع التحريك المستمر لدرجه الغليان صافي. من بعد كنحيدو وكنديرو في الكاس ديال مونينكس مباشره. كنزيد عليه كاس ديال دانون مسوس، كنزيد عليه 5 القطع حتى 6 ديال الفرماج، و 12 قطعه ديال البسكويت. كنميكسي كلشي، من بعد كنخويه فوق الخليط الاول بحال هكا، كنخلي فوق سطح العمل تيبرد، وكندخلو الثلاجه واحد ساعتين ديال المكانه. من بعد كندوزو نصوبو الطبقه الثالثه. هنا عندي كاس ديال الحليب، معلقه ديال السنيده، معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه ديال النشا، وهنا فلو ديال الشوكولا. كنخلط كلشي مع بعضياتهم، كنردو فوق البوطه حتى هو لدرجه الغليان. من بعد كنحيدو، كنخوي بحال هكا بهذه الطريقه، كنحاول نقادو مزيان، كنخلي فوق سطح العمل حتى كيبرد تماما، وكندخلو الثلاجه واحد من نص ساعه المكانه حتى لساعه. انا غنحيد معكم الاطار من بعد ما برد بحال هكا، كيتحيد بسهوله. قطعتها معكم، ما نقولش لكم كي كتجي زوينه، كيجي فيها واحد لوغو. غير جربوها غتعجبكم هاد التحليه، بالنسبه لوليداتكم، بالنسبه للضياف. بالصحه والراحه.